بحضراتكم، الجزء الأول من لقاءاتنا النهاردة يخص تنس الطاولة. من فترة يعني في حدود أسبوع ماضي كان معايا اتنين محترمين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وكانت هناك خلافات أصفها بأنها كانت عاصفة بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد كابتن معتز عاشور، وهو صديق عزيز أعتز بصداقته لسنوات عديدة، وما بين مجلس الإدارة، لأن في الانتخابات فاز الكابتن معتز عاشور برئيس الاتحاد، وكان قدامه أستاذ محمد نور شخصية محترمة، لكن القايمة بتاعت أستاذ معتز ما فازتش في الانتخابات، فازت القايمة التانية، فبقى رئيس قدام قايمة تانية، وبالتالي حصلت بعض الخلافات. اضطرت أو نظير هذه الخلافات أغلقت أبواب الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحصل الكابتن معتز فيه. لكن اللي أسعدني لما فخامة الرئيس قال إن الرياضة قضية أمن قومي، عندنا أيضا كبير بيدير الرياضة في مصر الدكتور أشرف صبحي. وأنا شغال بالأمس في أول فاصل أو في آخر فاصل لقيت اتصال من مكتب معالي الوزير، وقال معالي الوزير عاوز يكلم دكتور أشرف. مساء الخير. قال لي إيهاب، أنا على لساني موجود معايا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومعايا كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد، الأمور خلاص أصبحت على ما يرام، ليست هناك الآن أي خلافات، هدفنا جميعا أنا كوزير للشباب والرياضة وهم أيضا كاتحاد لتنس الطاولة النهوض باللعبة، حصد الميداليات في المعتركات الخارجية وفي المحافل الدولية، خصوصا بعد ما حققنا المركز الخامس في الأولمبياد الأخيرة عن طريق عمر عصر. فبالتالي كان رد معالي الوزير أفلك صدري وضحك وقال على لساني وبكرة معاك أنا عارف كابتن معتز، اتكلموا بأريحية ولكن الحمد لله الأمور انتهت. فأنا بشكر معالي الوزير صديقي العزيز دكتور أشرف صبحي، زي ما بقول لحضراتكم هو كبير الرياضة في مصر ووزير للشباب والرياضة، في كل الاتحادات لو شاف أي خلاف على طول بيسعى لوقد هذا الخلاف من بدايته. فكل التحية وكل التقدير لمعالي الوزير. خلوني بقى ارحب بضيفي وضيفكم كابتن معتز عاشور. مساء الفل ومنور الدنيا. مساء الخير وشكرا دكتور طبعا على سعيك طبعا اكيد لحته زي ما بتقول في ازمه او كده، لكن انا برضو بقول زي ما معالي الوزير قال ان هي يعني ما احنا هي مش ازمه قوي، لكن هي فيها سوء تفاهم، فيها لبس في حاجات، فيها اختلافات عادية ممكن تحصل، وبرضو بتتلم في النهاية، لازم بتتلم عشان زي ما بنقول الأمور تمشي والدنيا تمشي ومفيش حاجة بتقف، وإن شاء الله هيبقى خير. ويمكن بحضرتك لما نوهت دلوقتي وقلت إن معالي الوزير كان حاضر، وفعلا معالي الوزير هو طبعا كبير الرياضة المصرية وطبعا وأنا بعتز جدا بيه وبعتز تماما بآرائه وبمقترحاته، وهو طبعا لما بيدخل في حاجه او بيتكلم طبعا جدا ومثقفه جدا وفعلا حاجات كتير قوي ثقافه حضور طبعًا صداقات طبعًا مع الوسط كله بصراحه جدا، وهو فعلا انا هقول لحضرتك حاجه، يعني هو انا بعتز بصداقتي طبعا جدا مع الدكتور اشرف مع معالي الوزير قبل ما يكون طبعًا وزير طبعا لم يتغير قبل لا 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 بعد الوزاره شخصيه محترمه أكيد أكيد بكل ما تعنيه الكلمه. بس في حاجه بقى عنده كويسه قوي طبعا ان هو صديق حميم جدا ليا وانا بعتز جدا بيه من فتره طويله، ولكن ساعه الشغل بنفصل تماما كل واحد بياخد حقه كل واحد. الله ينور على حضرتك فعلا دي حاجه كده. الجميل في الـ في الـ في القعده ان هو استدعى طبعا المهندس هشام حطب رئيس اللجنه رئيس اللجنه الاولمبيه وكان موجود برضه، فكنت بتحس ان في اقطاب الرياضه المصريه يعني قاعده زي دي. طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه المهندس هشام طبعا المهندس هشام برضه خبره كبيره في لوحده كمان صراحه، فهما الاثنين طبعا حاجه كبيره لما بيبقوا قاعدين ما اعتقدش ان لازم يبقى في لا خلاص ده لو بينا ايه يعني ده قعده العرب زي ما قعده تعرف صح انا عامل الترابيزه دلوقتي فكرت تنس طاولة انا بلعب تنس طاولة كويس اكيد طبعا، وبعدين انت معاك سيد ابراهيم الدسوقي وانا معاك سيد احمد البدوي، فالقطبين الكبيرين طبعا بنلتقي مع بعض طبعا. نبدا منين؟ انا برضو عاوز يعني حضرتك تجاوبني على ما اثير. خلاص الخلاف انتهى، لكن برضه عشان نبين للراي العام ان الامور كانت فيها ايه. تمام. خلينا اول انتخابات كانت صعبه الاخيره يعني اكيد طبعا انتخابات كانت قويه ومنافسه جميله وانا بعتبرها برضو مباراه يعني اكيد
المباراة بتنتهي خلاص، انت بتقول للفائز مبروك وبتقول للخاسر او اللي ما وفقش طبعا هارلك. ويمكن انا بعد الانتخابات بيومين بالظبط كلمت الاستاذ محمد نور في التليفون وقلت له جميل. انا محتاج لك تبقى معايا ونبقى مع بعض، وهو وعدني ان واحد اتصل بيا بعد كده ونتقابل، بس لسه طبعا ان شاء الله يحصل قريب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، لان برضو احنا كلنا واحد وكلنا اسره واحده. ليه اول اجتماع للمجلس الجديد اتاخر 17 يوم وتم انعقاده في 1 فبراير؟ ليه اتاخرتوا ده كله؟ كويس، يمكن حضرتك هو مش شرط ان انت اول ما بتخلص الاجتماع بتعمل انتخاب تاني يوم او تالت يوم او كده، بس ما يكونش عندك حاجه طارئه. حلوه قوي، ولكن زي انت ما قلت حضرتك في البدايه، قلت ان في رئيس نجح هنا وقايمه تانية نجحت هنا. فانا يمكن من سنه 92 وانا في الاتحاد المصري للاقتصاد، ثلاث دورات عضو، دوره نائب رئيس، دوره رئيس، الدوره الثانيه رئيس، يعني عندي بما يكفي كويس من الخبره الحمد لله، اللي هي ممكن تخليني ابقى فعلا ايه اتكيس في القرارات، اوزنها شويه. فانا حسيت ان المجموعه اللي داخله كلهم الستة اول مره يدخلوا مجلس اداره الاتحاد بيبقى عندهم حماس وعندهم حماس الشباب الحمد لله، وعندهم طبعا عايزين يعملوا حاجه طبعا وكل حاجه، بس حبيت ازيل حته ان احنا كنا قايمتين، احنا بقينا دلوقتي قايمه واحده. فانا قلت ان انا اقعد معاهم الاول فعلا، وقعدت معاهم فعلا جلسات فرديه، ويمكن من ضمن الجلسات الفرديه كنت مع الاستاذ احمد رضا والاستاذ اشرف عاشور والاستاذ محمود لاشين، قعدت معاهم كل واحد لوحده، ويمكن حضر بعض الجلسات دي المهندس خالد الصالحي اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي وعضو مجلس اداره معانا في الاتحاد المصري، وانا قلت لهم ان احنا كنا فريقين، النهارده اصبحنا فريق واحد، بنعمل لهدف واحد، بنعمل لمصلحه تنس الطاوله، وان شاء الله يكون الخير جاي، وانا بترجاكم ان احنا نشتغل من خلالنا كمجلس اداره واحنا اللي نملي نفسنا بقراراتنا وكل حاجه، والناس كانوا مرحبين بالكلام ده، وقلت لهم واتفقنا مع بعض فعلا ان احنا لما ندخل اول جلسه يا ريت ما تبقاش فيها المشدات، او احنا عايزين اول جلسه بنوري الراي العام بتاع تنس الطاوله ان شاء الله الناس ديت هنستبشر بيها خير، وهيبقى في ويبقى في تعاون لمصلحه اللعبه. فانا بصراحه لما دخلت لقيتهم هم دخلوا في الحته الاولانيه اللي هي ايه التغيير للتغيير دي، فطب بلاش الجلسه دي بقى التغيير للتغيير، خلينا بالاول نهدى ونشوف، انما ما ينفعش ان فهم قالوا لا خلاص احنا نعمل ايه بالتصويت. انا حسيت ان الامور حته التصويت وكده وبتاع مش هتمشي باللي احنا ان احنا عايزين نمشي فيه بالسلاسه او كده. فانا قلت ايه بقى؟ قلت لهم يا جماعه اللي انا شايفه كده ان انتوا داخلين بطريقه يعني فيها حم وشويه في الاداره، الاداره مش بتبقى لسه مش لازم نغير، لا احنا نشوف الايه الحاجات الكويسه اللي موجوده نكمل بيها، السلبيات والايجابيات الحلوه نخليها والسلبيات اللي بنبعتها. فلقيت ان الامور ايه مش هتبقى يعني ايه مش هتبقى مظبوطه في البدايه، ان انت بتدخل بتنسف كل حاجه موجوده في سواء في الاجهزه الفنيه سواء في الاجهزه الاداريه كمدير مالي، بس ياما اننا حققت نتائج طيبه في الاولمبيات عمرها ما حصلت فده شيء ايجابي، يبقى معنى كده ان انا عندي اجهزه فنيه محترمه ابني عليها اشتغل عليها. نتائج حضرتك عمرها ما حصلت في تاريخ تنس الطاوله المصريه. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اخر بطوله افريقيا واخدين 6 ذهب من 7، احنا كل طول عمرنا بنتقاسم نيجيريا طول عمرها واخدين 5 اولمبياد. في بطوله الالعاب الافريقيه خدنا العلامه الكامله، ونيجيريا في وجود نيجيريا وبقوتها الضربه وخدنا العلامه الكامله، ورحنا طوكيو بكل مصر هم اللي سواء في الرجال او في السيدات، فاحنا عاملين الحمد لله نتائج كل الناس بتشهد بيها. فاحنا كنا بنتكلم في نقطه ان احنا يا جماعه لو في حد كويس زي المدير المالي زي المدير التنفيذي زي ليه ما نبقاش على الناس دي، او بعدين وحتى لو احنا عايزين نغير مش من اول جلسه نشوف الاول، وبعدين مثلا مدير التنفيذي احنا بنعمل اسماء والناس بتقدم سيفيهات في اي مكان بيبقى كده واخد بال حد. في اتحاد الكوره خدنا فتره احنا شفنا الهيكل الوظيفي وايه اللي موجود واللي مش موجود ومين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش، ده المفروض خدنا فتره لغايه ما طلعنا قرارات. انا ما انا بقول لحضرتك هم كلهم طبعا لعبوا تنس طاوله ومحترمين
وعايزين يعملوا حاجه، بس هم يمكن بيبصوا لها ان هم عايزين يعملوا هم بقى، عايزين يعملوا هم بقى اللي يعملوا، ما يبقاش ايه اللي قبليهم عملوا وهم جايين يكملوا. يعني ممكن تكون دي وجهه نظرهم. لكن برضو لازم نستفيد من بعض، يعني انا بستفيد منهم من خبراتهم اللي هي كشباب ومثقفين وتعليم وحاجات جديده. وهم برضو بيستفيدوا من خبرتك الطويله في الاداره، في الاداره، وخاصه ان احنا معانا اتنين جامدين قوي في المجلس، نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور علاء مشرف، اسم كبير طول عمره، ومعانا المهندس خالد الصالحي عضو الاتحاد الدولي ورئيس اللجنه الاتحاد الافريقي، وهما الاثنين معانا في المجلس. يعني هما الاثنين بصفاتهم الدوليه، بصفاتهم الدوليه ولهم كل حقوق العضو، يعني لهم كل حقوق من ناحيه التصويت، من ناحيه الحضور للغاية، يعني اعضاء عادي. فلو في بقى توائم كويس، الخبره استغل وجود رئيس الاتحاد الافريقي والدكتور علاء في الاتحاد الدولي، انهض اكيد هنعمل حاجات كويسه. هل كابتن ماجد عاشور كان سبب الخلاف؟ طبعا اكيد لا. ده هو مش سبب. احنا لما نيجي كمان نتكلم نقول الجهاز الفني، يعني احنا ما بنقولش الكابتن ماجد عاشور او بنقول الكابتن اشرف حلمي، بالعكس انا ما اقدرش ادافع عن الكابتن ماجد عاشور. انا ادافع عن الكابتن اشرف حلمي. دكتور علاء مشرف لما دخل ما دافعش عن كابتن اشرف حلمي، جزء اللي هو جزء على كابتن عاشور، لكن دافع عن ماجد عاشور وقال ازاي انتوا تسيبوا واحد زي ده اقامه، وخاصه ان انتوا لسه مش جايبين بديل حتى مكانه، يعني او مكانهم. احنا لما بتدخل زي ما انا قلت، انت المفروض لما بتجيب حد يا بتحضر حد يكون موجود، يا بتجيب اتنين بيبقوا معاهم بيساعدوا. انا في حته كمان، يعني خبراتهم وكده، احيانا القانون بيبقى فيه عوار او اللوائح بتبقى أكيد فيه عوار. اكيد طبعا. هو لو الكابتن ماجد عاشور والكابتن اشرف تمام ماشيين صح وعاملين طفره، اظلمهم عشان ده اخوك او عشان جوز بنت الدكتور علاء باي حق؟ يعني ولا تزر وزيرته، انا اسف، لفظ وزر اخرى. بعدين مش كونك موجود في المجلس او الدكتور علاء موجود في المجلس احرم مصر من كفاءه زي الكابتن ماجد او الكابتن اشرف. ده اللي لازم يتغير. يعني لازم يقول لك بقى الدرجه الرابعه، انا رايي تبقى مثلا في الايه، في المناقصات، في الحاجات التجاريه، في الحاجات التجاريه والحاجات دي صح، بس اللي فاهم. امال حاجات فنيه صح دي ما فيهاش. لو تتذكر حضرتك، كان الاستاذ ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره، وكان الكابتن حسن مجاهد اخوه، هو المدير الفني، وصل بالمنصوره الدوري الممتاز وحقق النتائج يعني عظيمه جدا لنادي المنصوره، واحد من الاساطير الموجودين. وبعدين انا يوميها في جواب حتى حضرتك قريته على الشاشه، ان كابتن ماجد المفروض في شهر 8 هو فعلا بيبقى بينهي العقد بتاع المدربين في شهر 8، لكن في بقى في شهر 9 وفي شهر 10 جم بعد كده جوابات من اللجنه الاولمبيه ومن وزاره الشباب والرياضه معايا، هم بيؤكدوا ان لا ده دولت بيتمدلهم، ده كان ده هيتجدد وتمدلهم فعلا. وقبليه في جواب جاي من الدكتور عادل رضوان من الوزاره، هو اللي ماضي عليه برضه، ان هم مستمرين، يعني هم وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه. لكن الجواب اللي كان جاي ده ما كانش جاي بخصوص الحته دي، ده كان جاي بشكوى من واحد كان نازل مجلس الاداره وكان شاكي، فاللي كتب الجواب كتب ممكن تقرا لي الخطاب الاخير بعد اذن حضرتك؟ لا خد بقى حضرتك اقرا احسن عشان ما ابقاش انا اقرا. ده دول بتاع اللجنه الاولمبيه وده بتاع البتاع وده تمام يا فندم. تمام، اتفضل يا فندم. خطاب اللجنه الاولمبيه السيد الاستاذ معتز محمد المعز عاشور رئيس الاتحاد المصري. ده انت اكتشفنا مش معتز، محمد المعتز، ادي اول حاجه. محمد المعتز ادي اول حاجه اكتشفناها. اسمه مركب ولا طبعا مركب. تحيه طيبه بالاشاره لخطاب الاتحاد الوارد لنا بتاريخ 30/11/21 والمتضمن طلب الموافقه على تمديد التعاقد مع السيد ماجد محب السيد عاشور مدير فني منتخب الرجال والشباب، السيد اشرف حلمي عبد الحليم مدير فني منتخب السيدات والانسات، وذلك اعتبارا من 1/9/21 حتى 1/12/21. اتشرف بالاحاطه بان اللجنه الاولمبيه ليس لديها مانع من الجانب الفني على تمديد التعاقد من المذكورين بعلي، على ان يقوم الاتحاد بمخاطبه وزاره الشباب والرياضه في هذا الشان دون تحمل اللجنه الاولمبيه المصريه اي اعباء ماليه حاليا او مستقبلا، وذلك على مسؤوليه الاتحاد المصري لتنس الطاوله والاداره الفنيه. طيب، وطبعا ده كان الخطاب اللي حضرتك بعته للجنه الاولمبيه. السيد الاستاذ معتز عاشور رئيس اللجنه ده من وزاره الشباب والرياضه، وشهدنا ان نهدي لسيادتكم الدكتور عادل رضوان بالاشاره الى كتابكم كذا، وحتى تمديد على تجديد التعاقد مع المديرين الفنيين اعتبارا من 1/9/19 وحتى 31/28 وهم السيد ماجد عاشور
السيد أشرف حلمي اتشرف بأن الإحاطة بأنه بعرض الأمر على اللجنة القانونية انتهى الرأي إلى الموافقة على تجديد التعاقد مع السادة المدير الفني المسؤولين. يهمني جدا كلمة اللجنة القانونية وده موجودين وانت كنت رئيس الاتحاد فأنا أنا أنا معاك في الحتة دي. لا أرى إطلاقا أي مانع بل إن اللوائح اللي فيها عوار طالما أمر مش مالي مناقصة مالية أقول لك الأقارب امنع عشان أي شيء. أمال واحد فني ده أنا آسف في اللفظ لو هو قدم نتائج وحشة أنت اللي هتقول له مع السلامة على طول. حضرتك هما الاثنين واخدين نص ما انا من غير ما توريني هما ما انا عارف من فخامه الرئيس اهوت من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للسيد ماجد محب عاشور تقدير لحميد صنعكم وجليل خدمتكم للرياضه فقد منحناكم وسام الرياضه من الطبقه الاولى وطبعا فخامه الرئيس ورئيس ديوان الجمهوريه وادي برضه اشرف حلمي نفس العمليه يعني. لا انا معاك اللي اتحقق في الاولمبياد الاخيره احنا عمرنا كنا بنحلم طول عمري انا بحب تنس الطاوله وبحب تنس الارض كنت الاقي نيجيريا على طول مسيطره اما اوصل في اولمبياد واخد خامس وعندي هنا جوده بسم الله طالعه في الشباب طبعًا ربنا يحفظها يا رب طبعًا دي هتبقى دي يعني ربنا يحميها صاروخ اتكرمت من السيده قرينه الرئيس سيده ساره السيسي طبعا دي حاجه وبعدين هي تعتبر الرياضيه الوحيده اللي اتكرمت امبارح البنت ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا هي الله اكبر يعني الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني حاجة ربنا جميله طبعا. جلسه اللي جايه امتى؟ النهارده عقدت؟ طبعا كويس ان معالي الوزير ما عقدهاش امبارح في الوزاره لا عملنا جلسه النهارده جميل كان عشان برضو في احنا عندنا حاجات بارالمبيه دوليه هتكون في 26 مارس ده فكان لازم نستعد لها وفعلا عقدنا الجلسه دي وعندنا بطوله الانديه العربيه البارالمبيه بعدها بطوله بارالمبيه دوليه فعملنا الجلسه النهارده وبعدين برضو كلمنا عن النشاط المحلي ان احنا برضو عشان نشوفه وفي بطوله برضو للرواد كانوا هم عايزين يعملوا حاجه للرواد لان الرواد بيتصلوا على طول وكده هنعمل لهم بطوله يوم برضو يمكن لاول مره الناس هتعرف يوم 12 و13 و14 شهر 5 وهتكون في راس البر ان شاء الله وحتى انا اتصلت بالاستاذه نجلاء بدر اللي هي مدير اتصالها هناك وكده واحنا قاعدين في الجلسه وحجزنا الصاله وكله يعني كل حاجه ان شاء الله تبقى نحلم في باريس 2024 بحاجه جديده؟ والله احنا بقى عندنا الامل احنا الاول كان صعب شويه بقى عندنا الامل النهارده عمر عصر لما طلع الخامس انت بتقرب ما هي صعبه يعني اكيد صعبه وكانت صعبه قوي ان هو يطلع الخامس بس طالما الصعب اتحقق مفيش مستحيل يبقى مفيش مستحيل اكيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني هنا ممكن تشارك بقى في اللي جاي في ان شاء الله اكيد 27 اكيد 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 هي في بطوله العالم كانت في البرتغال اعتقد اللي فاتت ولا كانت فين؟ لا بطوله العالم كانت في امريكا حققت هي مركز فيه لا هي ما راحتش خالص لا كانت في بطوله اخيره دوليه كانت محققه لا هي كانت في عمان وهي كانت هناك بس هي رقم واحد تحت 15 سنه عالميا وواحد تحت 17 سنه عالميا ودي حاجه انجاز يعني انجاز كبير جدا مش رهيب ولا لا ده حاجه جامده قوي ودي امل تنس الطاوله المصريه فعلا وبصراحه برضو في ناس كتير ان هم بيرعوا هنا وده يعني يمكن كابتن محمود الخطيب مثلا مره قال لي احنا عايزين نعمل شبه يعني حاجه لهنا جوده ما بين الاهلي وما بين الاتحاد جميل يعني خاص هنا جوده وقال لي وامثال هنا جوده صح يعني ده المفترض كابتن محمود الخطيب بصراحه طبعا معالي الوزير برضو على طول بيتابع وبتابع كل اي حد مهتم بالرياضه لازم يتابع حاجه زي حاجه طالعه زي هنا جوده ما حدش يغفل ابدا ان هو ان شاء الله باذن الله صفينا خلاص تمام تمام رسالتك للمجلس قبل ما نختم لا كله والله بص انا هقول حاجه طبعا كلهم اخواتي الصغيرين ومعنا الكابتن حسني نائب الرئيس ده عشره عمري برضو والناس كلها محترمه وانا بتمنى طبعا ان الفتره اللي جايه كلها تبقى كويسه بس برضو قبل ما تختم حضرتك لان حضرتك كنت بتقول الاتحاد مقفول الاتحاد عمره ما اتقفل ما اتقفلش عمره ما اتقفل اتقفل ازاي الموظفين موجودين كل الناس موجوده عندنا سفريات في الفتره اللي فاتت دي في شهر 3 كلها شغاله
كل السفريات اللي طالعه دي، في ناس عندنا النهارده في سنغافوره، عندنا ناس في عمان. طب ما دي كلها اجراءات وكل ده شغال. الاتحاد لما حته تتقفل، لا كان في مجلس اداره وهم الجماعه كانوا عايزين يعملوا مجلس اداره وخمسه اتنين، وده كان هيبقى غير قانوني. لان احنا عملنا مجلس اداره معانا اللي هو المجلس الاداره الاولاني ده، اقفل المجلس. وبعد كده حتى انا قلت لهم ايه رايكم نفتحوه، قالوا لا خليه نغلقه، عشان كده انا جايبه معايا ان هو مجلس خاص لوحده. وعايزين كان يوم سبت واحد، عايزين يعملوا يوم خمسه الاجتماع. فجبت رديت للجنه الاولمبيه قلت لهم هل ينفع ان احنا نعمل من غير مبعث قبلها باسبوع بالبريد؟ قالوا لا. يبقى المجلس بعت لهم كلهم يوميها ومع المدير التنفيذي كل واحد فيهم، ما ينفعش الاجتماع كده اجتماع غير قانوني. برضه هم صمموا وراحوا، وحتى راحوا لقوا الباب طبعا مغلق الساعه 7، ما فيش حد هيبقى من الموظفين هناك لان ما فيش اجتماع. فهي جت لبس برضه في الحته ديت، ان ما فيش حد من الموظفين بيمشي بعد الساعه 5 بيمشوا. فالاتحاد ما كانش مغلق ولا حد كان موجود ولا حد في حته. برضه كان في حته مهمه، حته اللي هي الحته الماليه اللي قالوا للتفتيش وكده، ان هم عايزين يفتشوا. طبعا دي مش دي الموضوع دوت. هو فعلا حصل ان الكابتن احمد رضا والاستاذ احمد رضا اللي عضو مجلس الاداره، قلت للاستاذ احمد صياد المدير المالي، الاستاذ احمد رضا جاي لك وعايز يشوف كل حاجه خاصه بالماليات، اي حاجه اي ورق لازم تديه له عشان يشوف بنفسه. وانا قلت لاحمد شوف يا احمد، لو لقيت اي حاجه غلط لازم تقول لنا. صح. احمد قال الحمد لله كله تمام، يبقى خلاص ما كانش فيها ايه، ما كانش لها داعي. حاجه ثانيه، اتعرض عليهم الموقف المالي في اول جلسه، والاول جلسه اتعرض عليهم اللي موجود من المصري بالدولار باليورو. بعد كده اللي قبل كده بقى اللي هو كان خاص بالمجلس السابق، كله اتعرض على المجلس السابق وكله متوافق عليه. علاوه ان الجمعيه العموميه لتنس الطاوله اللي هي اخر حاجه اعتمدت الميزانيه العموميه واعتمدت الموقف المالي، اذا ما فيش حاجه تستدعي، احنا لسه ما عملناش حاجه، لسه ما شفت حاجه حتى. فانا بتمنى برضو زي ما بقول لحضرتك، احنا ان شاء الله انا شايف ان المجموعه اللي موجوده ان شاء الله بالفتره اللي جايه هيبقى كله خير وكله. اما بالنسبه للنشاط المحلي او كده، النشاط عملنا منه بنسبه 75%، احنا بنشتغل عملنا النشاط بنسبه 75%، فاضل لنا 25% بس نشاط مش مواقف. استكمال الموسم. استكمال الموسم، الله ينور حضرتك، احنا بادئين من 1/7 ل 30/6، خلصنا في شهر 11 و12 10 بطولات، يعتبر 11 و13 و15 و17 و19، ولاد وبنات ادي 10 بطولات مع بعض. خلصنا بطوله الحافز الرياضي في شهر 12 اللي هي بياخدوا عليها درجات تفوق رياضي في الثانويه العامه، خلصناها بدري واحنا متعودين على كده. عملنا بطوله قطاعات في سبع محافظات، وبعد كده بيتضاف عليهم بال 64، يعني اذا النشاط شغال محلي ودولي. فاضل لنا النهارده قلنا في الاجتماع ان احنا بنستكمل النشاط. قلت لهم وكنت متواصل مع الاستاذ نبيل المامون، ما كناش لاقيين اماكن، مش لاقيين صالات، يعني كنا بنحاول ان احنا نعمل. النهارده بنحاول ان احنا برضو نعمل، وكلفنا الاستاذ نبيل المامون ان هو يشوف الصالات ويحط تاريخ وتوريخ. ده شيء جميل، ويعني الحمد لله ان الامور رجعت لوضعها الطبيعي. طبعا محمد افريخه بعت لك بيقول سلم لي على كابتن حبيبي. ده حبيبي 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 حالا اهوت حبيبي هو دكتور مجدي والله. طبعا طبعا، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ومعاكم في اي محفل دولي تكونوا راجعين منه محققين انتصارات، لازم نرفع تعظيم سلام ان شاء الله ونستضيفكم ونقول ده الاتحاد المصري لتنس الطاوله، زي ما قال لي معالي الوزير لما كلمني وانت موجودين معاك. انا بشكر معالي الوزير والمهندس هشام حطب برضو على اكيد نورتني شرفتني. شكرا طبعا دكتور ربنا يخليك. اتحاد مصر لتنس الطاوله او محمد المعتز عاشور رئيس اتحاد مصر، نورت وشرفت. ربنا يخلي حضرتك. هشوف اسامه عيد النهارده، ريال مدريد على باريس سان جيرمان، فوز وجماهير الريال في مصر طبعا انتوا عارفين، نرصد رايهم بعد هذا الفوز، ثم كابتن شريف الخشاب صديقي العزيز وكلام من القلب، 3-1 للريال على باريس سان جيرمان. يلا يا اسامه.